بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نعود اليوم إلى موضوع كيفية الاستغناء عن القاطع التفاضلي والمأخذ الأرضي مع جعل المسكن آمن من الصاق الكهربائي، وهذا لتقديم بعض الشروحات والتوضيحات الإضافية. لكن قبل ذلك، وبهذه المناسبة أشكر الأخ الذي أرسل لي رابط الكتاب بجزئيه، فجزاه الله عنا كل خير. وهذا الرابط مع رابط ثاني أضفته موجود بصندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أما بخصوص موضوعنا اليوم، ورغم الشروحات التي قدمتها إلا أن هناك من لم يستوعب بعد طريقة العزل، لذلك أعيد وأذكر أنه بالإمكان عزل المسكن بالكامل مرة واحدة، وهذا بعزل الأعمدة المغروسة في الأرض أي ليفيش بوتو، وعزل العريضات أو الحوامل أو ما يعرف بالسناتر أو ليلونغرين، وكذا عزل الأرضية إلى بلاتفورم. لكن هذه الطريقة ورغم أنها مكلفة إلا أنها توفر حماية كاملة للمسكن. أما الطريقة الثانية التي يمكن استعمالها فتتمثل في عزل كل غرفة على حدة، وبذلك يمكن عزل غرفة واحدة أو العدد الذي نريد. فمثلا إذا أردنا عزل المطبخ، وهو المكان الذي توجد به الأجهزة الكهربائية ذات الهياكل المعدنية، والطريقة تتمثل في بناء الجدار الخارجي على الحامل، وفوق طبقة التراب المستوية وحسب القدرة نضع صفائح من البوليستيرين، أو طبقات من البوليتيلان، حيث كلما كان عدد الطبقات أكبر كلما كان العزل جيد. وفوق هذه الطبقات نضع الأرضية إلى بلاتفورم، بعدها نفصل بين الجدار الخارجي والجدار الداخلي، وهذا دائما حسب القدرة، بصفائح من البوليستيرين أو ترك فراغ على طول المحيط، وبذلك نكون قد عزلنا الجدران الداخلية عن الجدران الخارجية بهذا الفراغ، وعزلنا الجدران الداخلية عن الأرض بهذه الطبقات من البلاستيك. وقبل العودة إلى التجارب، أحذر من محاولة تقليدها، فكل ما أقوم به هنا هدفه تعليمي بحت لجعلكم تكتشفون هذه الطريقة الغير مألوفة في الحماية من التكهرب. وما كنت لأقوم بهذه التجارب لو لم أكن متأكدا أنها لا تشكل أي خطر. وبهذه المناسبة أشكر كل الإخوة الذين أبدوا عبر تعليقاتهم قلقا على سلامتي. أما الذين يرون أن مقاوم جسمي الكبيرة هي التي تجعلني ألمس الطور بهذه الطريقة، ولتفادي التأويلات والتعليقات السلبية من قبيل أنني أعرض حياة أشخاص للخطر من أجل كذا وكذا، أترك لهم رابط في صندوق الوصف لفيديو قصير ربما سيقنعهم أن المسكن فعلا معزول، وأن أي شخص في هذا المسكن لن يتأذى إذا حدث ولا مستور بالخطأ. وفي هذه التجربة الأولى التي سنقوم بها سنجعل شيء التيار تمر عبر الميفك وعبر الجسم بملامسة الحائط، لنرى أن شدة التيستار جد ضعيفة، وجهاز الميلي أمبير متر لا يعطينا أي قراءة، وهذا لأنني استعملت كحامل هذه القطعة من البوليستيرين. أما عند ملامسة الحائط فإن هذه الإنارة تزداد قليلا، وجهاز ميلي أمبير متر يعطينا قراءة تقدر بعشرين ميكرو أمبير،
أما عند ملامسة المأخذ الأرضي فإن شدة الإنارة تزداد بقوة والقراءة تصل إلى 120 ميكرو أمبير. فشدة إنارة التستر إذن وقيمة التيار التي تعبر الجسم تتوقف على الحاجز أو العازل الموجود بين الجسم والأرض، فكلما كانت مقاومة العازل كبيرة كانت شدة التيار التي تعبر الجسم ومعها إنارة التستر ضعيفتان، والحماية في هذه الحالة تكون أفضل. لكن عند لمس التور بيد وباليد الأخرى نلمس الحائط، فإن التيار يرتفع إلى 40 ميكرو أمبير وهذه القيمة لا تشكل أي خطر على الإنسان، وهذه التجارب الثلاث تؤكد أن الحائط معزول عن الأرض. وهنا أتوقف عند سؤال لا أظن أن لصاحبه معرفة كافية في الكهرباء، والسؤال هو ماذا يحدث لو لمسنا التور بيد وباليد الأخرى لمسنا الأرض؟ وهذا الفعل وبهذه الصورة قد يؤدي بحياة الشخص إلى الهلاك، لأن التيار هنا سيكون بالميلي أمبير وليس بالميكرو أمبير، ومقاومة الجسم هي التي تحدد قيمة هذا التيار. كما أن هناك تعليق يطلب فيه صاحبه قياس الجهد بين التور والمحايد ثم بين التور والأرضي، فبين التور والمحايد نجد 234 فولت، وبين التور والأرضي نجد أيضا 234 فولت. أما بين الأرض والمحايد فكما نرى الجهد يساوي 0 فولت. أما هذه التجربة فللإجابة على تساؤلات بعض المتتبعين على الفيسبوك، حيث يرى أحدهم أن سبب انفتاح القطع التفاضلي عند توصيل الأرض بالمحايد يعود إلى تسرب التيار من التور إلى المحايد، ويرى آخر بعدما عزلنا التور بهذه الطريقة أن السبب يعود إلى استعمال حمولة كبيرة في مكان آخر من المسكن. ولتوضيح الأمر أكثر سأقوم بعزل المسكن عن الشبكة الكهربائية لنرى ماذا سيحدث. فقط لا ننسى أن هذا المحايد هو نفس المحايد الذي يستعمله كل من هو في الحي، وأن هذا المأخذ الأرضي غير بعيد عن المأخذ الأرضية للمساكن المجاورة. أما في هذه التجربة سأقطع فيها التغذية عن المسكن لنتأكد أنه لا يوجد أي تيار يسري في الدارة، ثم بالمأخذ الأرضي ألمس المحايد لنرى ماذا سيحدث. إذا نقطع التغذية، لكن قبل ذلك نتأكد من أن هذا المربط هو مربط المحايد. وهذا المربط هو مربط التور. وبالمأخذ الأرضي نلمس مخرج القطع التفاضلي. وبتوصيل الأرض بالمحايد ينفتح القطع التفاضلي، وهذا رغم أننا عزلنا المسكن تماما عن الشبكة.